ظهر اسمها في المجال العلمي، وتعد أول امرأة عمانية وخليجية تحصل على شهادة الدكتوراه، وثاني امرأة تحصل عليها في الوطن العربي، بالإضافة إلى كونها تلميذة عميد الأدب العربي طه حسين، وهي الدكتورة فاطمة المعمرية. ولدت الدكتورة فاطمة بن سالم المعمرية بزنجبار في 3 مارس لعام 1911. سافرت إلى مصر في عام 1918 طلبا للعلم. درست مع الدفعة الأولى للبنات في مدرسة السنية الواقعة في حي السيدة زينب، وتعد أول وأعرق مدرسة حكومية ثانوية للبنات. حصلت على شهادة الكفاءة في عام 1927 ضمن 8 بنات هن الدفعة الأولى التي حصلت على هذه الشهادة، ثم شهادة البكالوريوس عام 1929، ثم حصلت على شهادة الليسانس من كلية الآداب في الجامعة المصرية عام 1933، كما حصلت على دبلوم التربية في عام 1927، ثم شهادة الماجستير في عام 1942 بمرتبة الشرف الثانية من قسم الدراسات القديمة بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول. سافرت إلى أوروبا أوائل 50s من القرن 20 لدراسة الدكتوراه في مجال اللغة اللاتينية بكلية الآداب بجامعة لندن، وحصلت عليها عام 1955. تعد المرأة العربية الثانية التي تحصل على الدكتوراه في الوطن العربي. عادت الدكتورة فاطمة المعمرية إلى عمان في بداية عام 1974، حيث تم تعيينها في مطلع 80s أستاذة للغة الإنجليزية بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مسقط. كرمت فاطمة المعمرية بميدالية ذهبية من الرئيس أنور السادات عام 1976، كما تم تكريمها في السلطنة في 1 ديسمبر لعام 1982 في الاحتفال المقام بالنادي الجامعي، على اعتبار أنها أول من حظي بالتعليم العالي ونال درجة الدكتوراه في سلطنة عمان. توفيت الدكتورة فاطمة بن سالم المعمرية بمسقط يوم 2 يوليو عام 2002 بعد معاناة طويلة مع المرض استمرت 7 سنوات. دفنت بمدافن العامرات بمحافظة مسقط. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.